بسم الله، السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة من وصفات الخبز تاع الشعير. علاش قلت وصفة من وصفات؟ لاخاطش راح ندير شحال من وصفة تاع خبز الشعير، وعندي بإذن الله وصفة حتكون سوربريز للناس اللي ما قدروش يحكموا في الريجيم، نستعملوا فيها الريجيم بالشعير وان شاء الله راح تنال اعجابكم. نبداو على بركة الله. هذا الخبز راح نستعملوه، علاش نبدا به هو الاول؟ لاخاطش يكون كانه تاكوس. تحبوا تستعملوه مع كانه تاكوس ونديروا فيه ماكولات كالسلطه واللحم والاخر، وشكم حابين موضوع الرجيم في وسط هذا الخبز. ثاني شيء انه هنايا الخبز هذا اذا كنتوا شبعتوا تقدروا تقسموها على اثنين، انه كما تعرفوا خبز تاكوس يتقسم على اثنين، فهذا يخليه انكم تحسوا باللي راكم كليتوا كميه كبيره. نبداو على بركه الله. هنا عندي فارينة باش ندقق، ماشي كي باش ناكد، هي فارينة تاع الشعير. الشعير انا كنت غربلتو، كان عندي الشعير زدت رحيتو وغربلتو باش تحصلت على هذه الفارينة. جور دو فيكول كيما ماي برسك كيما مايزينا، ماهي فارينة ماهي مايزينا، اللي في باش تفهموا اكزاكتومون واش راني حابه. نفس المعيار هو ما هنا راني درت قرصة ملح، عندي حبة الحلاوة، هادي زريعة البسباسة اللي ضربتها شوية برك في المهرس، زريعة الكتان، جلجلان. نبدأ على بركة الله. نحطو فارينة هادية. انا نوريكم هنا بمقادير قليله، لانه نحن نوع في الخبز مانيش حابه ندير الخبز على جيه ويقعد لنا. ومام طو هذه زريعه البسباسه اللي هدرت ديجا على الفوائد تاعها من قبل، وهي وحبه الحلاوه والاخرين. ومام طو باش واش يديروا لنا؟ ينسمونا. نخلط، ندير الماء هنايا هكذا، نخلط بشويه. العجينة لازم تكون لنا ما هي طرية ما هي يابسة. هاكو تشوفوا معايا كيفاش راني نخلط فيها. عليك هنا نزيد لها الماء ونخليها ترتاح، لان العجينة ديالي هذيك قد ما خليتها ترتاح قد ما هي من الافضل من 10 دقائق حتى 25 دقيقة نص ساعة. هاني زدت كمية كيما قلت لكم، يعني كاس تاع من فارينة الشعير مع كاس ماء. انا دوك نزيد شوية نخليها ترتاح وحنزيد زريعة الكتان. على زريعة الكتان باش تبدا تطلق وتتفتح شوية، لطوني نعاود نطيبها. وما الجلجلان نخلوه مع الاخير نضيفوه باش يطيب في وسطها. اما فيما يخص الطاوه اللي حنستعملها، هي طاوه مازال ما شعلت عليها النار، دوك نجيبها لكم. هنا بعد اللي ارتاح لي العجين ديالي راكم تشوفوا، حنزيد له هنايا زريعة الكتان ونخليه يزيد يرتاح شويه. هنا قلنا من بعد اللي دهنتها ما يبرد الطاوة تاعي، تشوفوا انتو شوفوا فيها بيدي هاي باردة. هذا الخليط ديالي نزيد له الجلجلان، هاي ليك تشوفوا نزيد له الجلجلان. الرائحة واش نقول لكم، مريحة حبة الحلاوة مع زريعة البسباس، كاش تلقوا الريحة ما شاء الله، يعني راهي تفتح الشهية هكا. نحطو بارد كيما كنتو تشوفو، نفرغو ونديه على نار هادية في الكاس، في العين الكبيرة تاع الكاس، نهديها كامل هيك.
باش نخليه يطيب على راحته. دوك نوريكم كيفاش يولي. غير يبدأ يروح له هذه البيوضية من الفوق، نبدأ نتوشيه بلا دوك تشوفوا كيفاش لي ديتاج. نفضل انكم ما تشوفوا نتحدث وتشوفوني ديريكتومون. نرققها هكذا، نسويها باش نعطيها شكل تقريبا دائري. هنا درت انا عبر تاع خبزها. هنا راكو تشوفوا معايا العجينه ديالنا بدات تطيب، هنا مازالها لي بوردور. انا واش راح ندير، نحكم اون راكيت، نقعد نضرب هكا بالعقل عليه، و ميم طون نشوف فيه. هناك تشوفو كش تبان زريعة البسباس، زريعة الكتان، الحبوب اللي درناها قاع هاديك كش راهي فيه. هنا ما نحاولش قاع هاديك مادام ما ولاتليش هكا هي لي بور، ما ولاوش لي بوردور هكا، انت مازال ما نشفش السطح، ما نسياش نحيها باش ما نفسدش الحبة ديالي. راهي دايما على نار هادية، نديرلو غير هكا نخليه. والرائحة ما شاء الله، يعني راهي أنا وحدة نحب روائح هدوما في الخبز، ونحب نحبهم يعطوني نكهة ما شاء الله. هنا راك تشوفوا بدات تنحى وحدها، هنمشي انا نحيتها. تشوفوا هي اللي تديتاشا، اسو ديتاش، اسو ديكول وحدها. نسناها، بسم الله. اوبس، شي ما انتبهتش انا، تشوفوني غلطت، انا ما انتبهتش، تقطعت لي شويه كما كنت تشوفوا هنا الخبزه ديالي، الحاجه اللي ما كنتش حبتها. نسيي مادامها هكا شويه، نزلها شوية من هذا الجنب. هذا اللي ما كنتش حباتو يحصل لي، انها باش ما نفسدش غير الخبزة برك. هناك تشوفوا بدات البرون دي بول راهي تتنفخ. الوغ انا واش ندير، ندير هكايا نحبس عليهم غير بشوية. نقدر نستعمل استعملوا هدية تاع الخبز، هايليك تعاوننا بزاف. باش علاش باش نخلي هذاك الهواء هو اللي يطيبها من الداخل، ما تقعدش تقعد ليش خضره من تقعدش معجنه. كي راني ندير الفيديو اليوم يعني تقطعت مولفه، كي نديرو يعني خرج لي ما شاء الله. معليش ام تشوفوا بلي ما يدير الفيديو راه يغلط، ويصراو لنا حوادث اللي ما نكونوش متوقعينهم اثناء التصوير. وما نتوما تشوفوا لنا انا وحده نحاول اني تشوفوا معايا جميع التفاصيل باش ما نكون خمامه، انا ما نحسش بلي خبيت عليكم والو، ونكون صريحة. يعني الوصفة نعطيها من قلبي كما قلت باش الفيديو ديالي يستفاد منه الجميع بإذن الله، ولتعم الفائدة. يعني نروح معها غير بالعقل. هنا راح نديطاشيها، نسبق من الجهة اللي تقطعت لي باش ما يعاودش يحدث لي. لست هنا فات فيها، لان النار ما هيش متساويه في الكاس تاعي، خاطر راني مدنياتو على جال التليفون. مي معليش
باش هما تقدروا تشوفوا معايا كيفاش بالتفاصيل كش راني نطيب. هايك هنا نزيد لها شوية نار، حبيت في نفس الوقت هاك تشوفوا عدي لي ليبول، زدت لها شوية نار باش نفاها باش نسرح الفيديو لا غير. هي انتم خلوها تطيب براحتها، هادو ما سيين تغطى عليهم هاكا ليبول باش تجيني طايبة من الداخل وتتنفخ باش تجي تتفتح. ثاني شيء انه حبيت نقول عليه هو علاش راني نخير الشعير، انه مع الرغم انه المفضل لصحاب الديابيت انهم يستعملوا الشوفان، صح سعرات الحرارية الكربوهيدرات الموجودة في الشوفان اقل من الشعير واقل من الدقيق الكامل، لان الشعير يحتوي على فيتامينات اللي انا محتاجتها، ماشي ما كيما قلت لكم واحد يشيان ولا يدير ريجيم على كاش حاجه وهو راهو يخسر مواد وملاح معدنيه وفيتامينات من جسده. انا الكربوهيدرات اللي نحسبوها في الشعير ننقصها، نحسبها وننقصها من الكميه اللي احنا ناكلها في الاطباق الاخرى. ما دامنا ناكلو كربوهيدرات اقل والخضروات اكثر ما عندنا ما نخاف، هنا ما في خوف، ما كان خوف. نزيد لها شويه النار بالعقل غير باش نسرع باش ما نطولش عليكم كما قلت في الفيديو. هي انا ما نخليه ياخد راحته، يعني نطيبو على راحته. اونطرطون وجدت طرشونه اللي راح نحطو فيها، نحطو في الطرشونه ونحطها في ساشي تاع هذوك الساشيات اللي مالفان ريكوبيريهم تاع الخبز تاع البلاستيك باش تقعد ناطريه الوقت اللي ناكلوها فيه. نحبو نديروها، تحبو ديروها كلي كيما قلت تاكوس، تحطو فيها هذوك المشويات، تحبو تحطو فيها الجبن لايت اللي ما عندوش حساسيه من الجبن تحطوه. نقعدو نديروه هذاك الجبن ونديرو الماكولات وسلطه ويولي لنا ساندويتش، رانا ناكلو في ساندويتش تبارك الله، يعني ما حاش نحسو بلي رانا دايرين ريجيم اطلاقا. هذا ناكلوه في يوم الغش، كي نشوفو احنا بدينا ننقصو شويه نقدرو في اي من غير يوم الغش نقدرو ناكلو او لو كان نص قطعه ولا ربع في وسط الماكولات الاخرى مع اي مع الدوره الثانيه على حساب واش حنا حنشوفو روحنا في الدوره الاولى تاع الريجيم. هنا نسطو النار كيما قلت لكم باسكو باش تشوفوا هادو فقاعات هما اللي يساعدوني باش يجي طايب من الداخل، ما يجينيش اخضر، ما يجيش مج. تشوفوا كاش بدات عمليه انتفاخ، تشوفوها هيك. ما درت فيه خميرة، ما درت فيه والو، ماء ملح فرينة الشعير. هي الفرينة هذه نعاود نفكركم بانها نفسها اللي استعملتها في تحضير هذيك التورتة اللي خدمت فيها القرع الاحمر مع العينة
اليابسه اللي كنا استعملناها في لحم حلو وانا بقات لي الوغ عاودت استرجعتها، تقدروا تكونوا نحيتوها من قبل. اني هذيك التوخت نحب نستعملها حمراء، انا الشكل من الفوق بالعاني خليته هكاك فيها باش كل واحد نخلي له فرصه انه يشكل الشكل اللي هو يشوفه في دماغه ويعبر عليها باحساسه باش كي ياكلها يعني ياكلها ب وهو حبها ديك الحاجه، يعني فرحان انه حضرها بنفسه، خصوصا حاجه كي نحضروها بنفوسنا وناكلوها يعني تجي عندها، انا بالنسبه لي تجي عندها نكهه واحده اخرى، حتى ولو كان غير حضرها تجي كي ناكلها انايا تجيني بنينه. مي بصح نفضل ان يكون انا اللي خدمتها، تجيني نحسها اطيب، يعني من جهه اخرى راني نشجع المشاهدين انهم يحضروا اطباقهم اللي يحسوا الروح فيها، راني عاودت نقص النار حاجة وحيدة في هذا انه ياخذ وقت في الطياب، حنقلبها الوجه الثاني راهو تحمر نشوف هذيك هاك تشوفوا اللي حبي يديرها شويه بيضه يديرها، ما يعني كل واحد كيفاش يحب ياكل، انا نحب حاجه نعاود نقص لها النار شويه بالطبيب، نقص كامل النار هذا هو خبزنا الاول تاع من وصفاتنا الخبز الشعير، نتمنى انه ينال اعجابكم وما تنسوش كما قلت لكم حطوه في طاجونه سافيات تاع الكوزينه، نحطوه فيها تكون نظيفه نغطيوه وخلوه الوقت الاكل، سواء تاكلوا منه في السحور سواء تاكلوه مع في الفطور، المهم نتوما اللي قادو لكم اختيار كل واحد، انا قلت لكم واش هو الريجيم واش هي اساسياته والباقي عندكم نتوما. ما فيهاش زيت، الزيت غير شويه باش اللي شفتوه، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر وبالصحه والعافيه، السلام عليكم.